بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به، فحياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في لقائنا السابق في كتاب الجهاد، ووقفنا عند قوله: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: والمرجع في الخراج والجزية، أي الذي يحدد الخراج وهو الأجرة التي تؤخذ على الأراضي المغنومة، كما سبق إذا أوقفها الإمام وضرب عليها خراجا، والجزية وهي التي تؤخذ من أهل الذمة من المجوس ومن أهل الكتابين اليهود والنصارى في مقابل تأمينهم وبقائهم في بلاد المسلمين. مقدار من المال يؤخذ من المجوس ومن أهل الكتابين اليهود والنصارى في مقابل تأمينهم على دمائهم وأموالهم وإقرارهم على دينهم وبقائهم في بلاد المسلمين وتحت سلطة المسلمين. هذه هي الجزية. المرجع في تقدير المرجع في ضرب الخراج، في ضرب الخراج ومقداره، والمرجع في الجزية ومقدارها إلى اجتهاد الإمام، لأنه ليس فيها نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن فيه نص من الشرع فإنه يرجع إلى اجتهاد الإمام. فهذا من صلاحيات الإمام أيضا، هو الذي يضع الخراج ويقدره ويضع الجزية ويقدرها على الذميين. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. إذا أخذ أرضا بالخراج كما سبق من الأراضي الخراجية التي غلتها التي أجرتها للمسلمين، إذا عجز عن عمارتها ودفع الخراج عنها فإنه يجبر على تأجيرها، فيؤجرها لغيره ممن يستطيع عمارتها، وتكون أجرتها له لأنه مستحق لمنفعتها، ويدفع الخراج الذي عليها، أو رفع يده عنها وإنهاء العقد معه ودفعها إلى غيره ممن يعمرها ويقوى على عمارتها، ولا تبقى الأراضي الخراجية في أيدي أناس عاجزين عن عمارتها، لأن هذا يعطلها ويعطل مصالحها على المسلمين. نعم. قال: ويجري فيها الميراث. نعم. من استأجر أرضا خراجية والتزم بدفع الخراج عنها كل سنة فإنه يكون مالكا لمنفعتها، فإذا مات وهي بيده فإن وارثه يقوم مقامه فيها فيعمرها ويدفع الخراج الذي عليها كما كان مورثه يفعل ذلك. نعم. وما أخذ من مال مشرك كجزية. نعم. وخراج. نعم. وعشر، وما تركوه فزعا
وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. هذا هو النوع الثالث مما أخذه المسلمون من أموال الكفار بواسطة القتال، وهو ما يسمى بالفيء، ما يسمى بالفيء، وهو وموارد الفيء هي هذه الأمور التي ذكرها. سمي فيئا من فاء يفيء إذا رجع، لأن أصل الأموال للمسلمين، أصل الأموال على وجه الأرض للمسلمين، خلقها الله للمسلمين، وكونها بيد الكفار هذا شيء مؤقت. فإذا قاتلهم المسلمون وأخذوا أموالهم فإنها فاءت إلى أصلها، فاءت إلى أصلها وهم أهلها الحقيقيون. أهلها الحقيقيون، فلذلك سميت فيئا بالفيء. وموارد هذا الفيء كل ما أخذ من مال مشرك كجزية، وهي ما سبق أن بيناه، المال الذي يؤخذ من المجوس ومن اليهود والنصارى في مقابل تأمينهم على دمائهم وأموالهم وحرية عبادتهم وإقامتهم في بلاد المسلمين وتحت سلطان المسلمين، هذه الجزية. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا في أهل الكتابين، ومثلهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والمجوس هم عبدة النيران، المجوس عبد. عبدة النيران، فتؤخذ منهم الجزية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذها منهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهي قرية قريبة من المدينة فيها ناس من المجوس، وأخذ منهم صلى الله عليه وسلم الجزية. لماذا أخذت منهم الجزية وهم ليسوا أهل الكتاب؟ إلحاقا لهم بأهل الكتاب، ولأنه يروى أنه كان لهم كتاب ثم رفع، كان لهم كتاب ثم رفع، فلأجل شبهة أن لهم كتابا ألحقوا بأهل الكتاب. هذا أحد الموارد الفيء. المورد الثاني الخراج، وهو ما يؤخذ على الأراضي الخراجية التي سبق بيانها. العشر، وهو الذي يؤخذ من أموال الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين، الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين فإنهم يؤخذ منهم العشر، هذا العشر من موارد الفيء أيضا. والمورد الرابع ما تركوه فزعا من المسلمين بغير قتال، لما سمعوا بالمسلمين هربوا عنه وتركوه، هذا لا يكون غنيمة وإنما يكون من الفيء. نعم، ما تركوه فزعا بغير قتال، أما ما تركوه بسبب القتال فإنه يكون غنيمة. المورد الخامس خمس خمس الغنيمة الذي سبق بيانه، والذي قال الله تعالى فيه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فخمس الخمس الذي لله وللرسول يكون من موارد الفيء، يجعل في الفيء، يصرف في مصالح المسلمين العامة. هذا الفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة. وأصل الفيء جاء في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. والذين هذا في الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في الأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار من القرون المتأخرة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يصرف لهم الفيء الذي جعله الله بيت مال للمسلمين. وأما من لم يترضى عن الصحابة ويسب الصحابة ويبغضهم فإنه ليس له من الفيء شيء، بدليل هذه الآية، لأن الله خص الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذين يسبون صحابة رسول الله ويبغضونهم ويكفرونهم هؤلاء ليس لهم من الفيء شيء. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قولكم أن المجوس ألحقوا بأهل الكتاب لشبهة أن لهم كتابا، هل معنى ذلك أن طوائف المشركين الأخرى غير أهل الكتاب والمجوس لهم حكم خاص في الجزية؟ غير أهل الكتاب والمجوس اختلف العلماء فيهم من بقية المشركين من وثنيين وغيرهم. المشهور والذي عليه الجمهور أنها لا تؤخذ منهم الجزية، بل يخيروا، إما أن يخيرون بين القتل أو الاسترقاق، خيرون بين القتل أو الاسترقاق ولا يقرون على دينهم. والقول الثاني أنهم تؤخذ منهم الجزية كغيرهم من اليهود والنصارى والمجوس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عقد الذمة وأحكامها. نعم، لما سبق الإشارة إلى الجزية وهي ما يؤخذ من مال أهل الكتاب أو المجوس في مقابل أمنهم ومقابل إقامتهم في بلاد المسلمين تحت حكم المسلمين، أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا الباب من هم الذين تعقد لهم الذمة، من هم الذين تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية. والذمة معناها العهد، الذمة معناها العهد، لأن من عاهدته فقد صار في ذمتك، صار في ذمتك وصار في تحت مسؤوليتك وصار حكمه معلقا بك بموجب الذمة وبموجب العهد. نعم، أحسن الله إليكم. قال لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. نعم، هذا القول المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذمة لا تعقد إلا لثلاث طوائف: المجوس وهم الذين يعبدون النار، وأهل الكتابين اليهود والنصارى، ومن تبعهم يعني من تدين بدينهم ولو لم يكن في الأصل منهم. فمن تدين بدين المجوس أخذ حكم المجوس وإن لم يكن مجوسيا أصلا، ومن تدين بدين اليهود صار يهوديا وعومل معاملة اليهود ولو لم يكن يهوديا أصليا. وكذلك من تدين بدين النصارى مثل العرب الذين دانوا بدين اليهود أو العرب الذين دانوا بدين النصارى يأخذون حكمهم، لأن العبرة بالدين وليست العبرة بالأصل. نعم، فمن تدين بدين هذه الملل الثلاث فإنه يأخذ حكمهم وتعقد معه الذمة وتؤخذ منه الجزية. نعم، قال ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه.
الذي هذا من صلاحيات الإمام، عقد الذمة مع هذه الطوائف من صلاحيات الإمام، فليس لكل أحد أن يعقد الذمة مع هؤلاء من أفراد المسلمين. أو نائب الإمام وهو أميره الذي وكله بالنيابة عنه وأعطاه الصلاحية نيابة عنه، فله أن يعقد الذمة كالأمراء، الأمراء التي يؤمرهم عليها الإمام على الأقاليم، أو أمراء الجهاد الذين يؤمرهم على الجهاد، فلهم أن يعقدوا الذمة إذا فوض الإمام ذلك إليهم. نعم. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. إذا كانت الجزية في حق هؤلاء الطوائف الثلاث ومن تبعهم على دينهم، فإنما تؤخذ ممن يقدر عليها منهم أيضا، فهذا من عدل الإسلام وحكمة الإسلام. فلا تؤخذ الجزية على صبي لم يبلغ الحلم من اليهود أو النصارى أو المجوس لعجزه عن دفعها، ولا على امرأة لضعفها، على امرأة لأنها ضعيفة وليست من أهل القتال، الصبي ليس من أهل القتال والمرأة ليست من أهل القتال، ولا على عبد لأن العبد لا يملك شيئا ولأنه تابع لسيده، ولا على فقير يعني إنسان كبير وليس صبيا ولا امرأة ولا عبدا ولكنه فقير ليس عنده مال يدفع منه، فلا تؤخذ منه الجزية. نعم. ومن صار أهلا لها فقير يعجز عنها، أما الفقير الذي يستطيع أن يدفع الجزية فإنه يدفعها. نعم. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. نعم، من كان في أول الحول ليس أهلا لها لكونه صبيا ثم بلغ، أو فقيرا ثم استغنى صار غنيا، أو كان عبدا ثم اعتق في آخر الحول، فإنها تؤخذ منه لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية الحول. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. متى بذلوا الواجب هؤلاء الطوائف الثلاث، المجوس اليهود النصارى ومن تبعهم، متى بذلوا الواجب عليهم وهو دفع الجزية والصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الصغار وأن يكونوا تابعين لحكم الإسلام متقيدين بأوامر الدولة الإسلامية، فإنه يجب قبوله لأن الله أمر بقتالهم وغياه بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أدوا الجزية وقبلوا الصغار وجب قبولها منهم، هذه هي الغاية، وما بعد الغاية يختلف عما قبلها. عما قبلها. نعم. قال ويمتهنون عند وحرم قتالهم. نعم. حرم قتالهم لأنهم دفعوها في مقابلة أنهم لا يقاتلون، فإذا قوتلوا وهم يدفعون الجزية فإن هذا يكون حراما في حق المسلمين، لأن أهل الذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. نعم. قال ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. هذا هو الصغار، تفسير الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أنهم يمتهنون يعني يهانون عند أخذها، ما يترك لهم العزة ويرسلها مع خادمه ويرسلها مع مندوبه أو يحولها بشيك على البنك، لا، لازم يحضر هو ويدفع الجزية بيده ويطال وقوفه، ما تؤخذ منه أول ما يأتي بل يقف ويطيل الوقوف، لأن هذا صغار له،
هذا صغار له، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم عند أخذها، لا تؤخذ منهم بلطف أو بكرامة لهم، وإنما تؤخذ منهم بإهانة، هذا معنى الصغار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن هذا في مقابل كفرهم بالله عز وجل وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا هذه الإهانة. نعم، فإذا التزموا بهذه الأمور وجب قبول الجزية منهم، أما إذا امتنعوا فإنهم يجب قتالهم. نعم. أحسن الله إليكم. الآن الشيخ لو سمع هذا بعض المسلمين الطيبين فضلا عن من سواهم ومن دونهم، ربما يظن أن في هذا ظلما وأنه من شدة الإسلام، فما خطورة وقور مثل هذا المعنى في قلب المسلم؟ هذا امتثال لأمر الله عز وجل، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولأن الأصل أنهم يقتلون لأنهم كفروا بالله وبرسوله وعاندوا، وهم أهل كتاب يعرفون أنه رسول الله ويعرفون أن القرآن كلام الله عز وجل، فلما فعلوا هذا أهانهم الله عز وجل بهذه الأمور، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في مقابلة عنادهم وتمردهم بعد العلم والمعرفة، فجازاهم الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء في الدنيا، وما عند الله في الآخرة من عقوبتهم أشد، لأنهم كفروا بالله وكفروا برسول الله وكفروا بكتب الله عز وجل، لأنهم خالفوها وعاندوها وهم يعلمون أنها حق، فهذا في الحقيقة قليل من كثير مما يستحقون من العقوبة، وفيه إظهار لعزة الإسلام ورفعة الإسلام وخذلان الكفر وصغار الكفر وأهله، فليس في هذا غلاظة على الإسلام، بل هذا هو عين القوة للإسلام والإهانة لأعداء الإسلام، فهذا في غاية الحكمة، لأنهم عرفوا الحق فرفضوه عن علم وعناد، فهذا بعض مما يستحقون من العقوبة في الدنيا والآخرة، ولأن هذا العمل معهم مدعاة لقبولهم الحق، إذا أرادوا أن يعزوا أنفسهم وأن يرفعوا أنفسهم عن هذه الإهانة فإنهم يرجعون إلى الحق الذي جحدوه ويؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون بدين الحق، حتى ترفع عنهم هذه الأمور، وهذه الإهانة وهذا الصغار أخف من قتلهم، غيرهم يقتلون وهؤلاء اكتفي منهم هذه المعاملة، لعلهم يراجعون أنفسهم ولعلهم يقبلون الحق الذي عرفوه فرفضوه، فيرجعون إلى طاعة الله وطاعة رسوله والتزام دينه، فتعود لهم عزتهم ويعود لهم رفعتهم، والذي يقول إن هذه المعاملة ظلم لهم وهم يبذلون الجزية نقول بل هم الظالمون، لأنهم كفروا بالله وعاندوا أمر الله سبحانه وتعالى فهم الظالمون، أما هذا الذي يجرى معهم فإنه عدل وعقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. نعم. إذن نقول شيخ لعل هذه الأسرار العظيمة في الحكمة من أي يكون أخذ الجزية منهم عيد وهم صاغرون، أن هذه الأسرار العظيمة والكثيرة والجوانب في المسألة تعني أن امتعاض بعض المسلمين من مثل هذه الصور في الإسلام دليل قلة علمهم وجهلهم بأحكام الإسلام، هذا لا شك، يعني لا نحمل على أنهم يكرهون شيئا أتى به رسول الله، وإنما لأنهم جهلوا حكمته. من كره شيئا مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله فإنه كافر، نسأل الله العافية، لكن من وقع في نفسه شيء من الإشكال فإنه يجزم بأن ما شرعه الله وشرعه الرسول فهو حق، ولكن غابت عنه الحكمة فيه ولم يعرفها فيتوقف، أما أنه يأخذ يتشكك أو
يتساءل فهذا أمر لا يجوز. إذا جزم أن ما شرعه الله هو الحق وجد امتعاما في نفسه وتوقف لا يضره ذلك؟ لا يضره ذلك، لكن إذا تكلم وتساءل فهذا ينقص من دينه، لكن عليه أن ربما يجره إلى الردة. ما شاء الله. فيجب على المسلم أنه يجزم ويؤمن بأن ما شرعه الله ورسوله فهو حق، ما دام لو علم أسرار ذلك بالعلم وسؤال أهل العلم زال عنه الإشكال. هذا يجعلنا يعني نزيد في نوصي بأهمية طلب العلم ومعرفة أسرار الشريعة. مسألة أنه يسأل العلماء لإزالة الإشكال وإزالة ما أشكل عليه هذا لا بأس به. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن كونه يثير هذا بجهله في المجامع أو يثيره في الصحف أو المجلات ويوجد عند الناس شيء من التشكك في والحرج فيما شرعه الله ورسوله هذا هو المذموم. أما كونه يذهب ويسأل أهل العلم عما حاك في نفسه ليزيله فهذا شيء طيب. ورجل جاء إلى الصحابة وقال لهم في نفسي من القدر شيء، الله أكبر، فقولوا لي شيئا لعل الله يذهب ما في نفسي، فبينوا له رضي الله عنهم وجوب الإيمان بالقدر والوعيد على من لم يؤمن بالقدر فأزال الله ما في قلبه. فكونه يسأل أهل العلم هذا لا مانع منه، لكن كونه يثير هذه الشكوك وهذه الشبهات الناتجة عن جهله الناتجة عن قصور فهمه، نعم، يثيرها ويكتبها يثيرها في محادثاته أو يكتبها في مؤلفاته أو في الصحف ثم يتوارثها من جاء بعده من ضعاف الإيمان، فهذا يعود عليه بالنقص في دينه وربما يجره هذا إلى الردة. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.